هذه فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية من التفاعل وتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهن وقدراتهن والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام، فمرحبا بكم جميعا. إذن اليوم تطلق وزارة التضامن الاجتماعي والأسره بالشراكه مع منظمة المرأة العربية وبدعم من وكالة التعاون الألماني في إطار برنامج ويمنا ورشتين مهمتين حول تعزيز قدرات النساء في الشأن العام. ولقد اختارت المنظمة، منظمة المرأة العربية وأيضا وكالة التعاون الألماني، المملكة المغربية لريادتها في مجال النهوض بحقوق المرأة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهناك يعني تم دعوة عدد من الدبلوماسيين والدبلوماسيات في العالم العربي وأيضا عدد من الشباب لحضور هاتين الورشتين من أجل تبادل وتقاسم الخبرات، ولكن أيضا من أجل خلق نواة لنساء عربيات رائدات في مجال السياسي، في مجال أخذ القرار، حتى كما قلت نتبادل الخبرات، ولكن أيضا نكون شباب من أجل ريادة نسائية للمرأة العربية. وهذا شرف لنا أن تحتضن المملكة المغربية الإطلاق هذا البرنامج. وكما تعلمون فبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قطعت أشواطا كبيرة في ولوج النساء لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وحسب مقتضيات دستور المملكة أيضا وأهداف البرنامج الحكومي. فأنا سعيدة اليوم بهذا اللقاء وكنتمنى التوفيق للجميع. نحن ضيوف المغرب، المملكة المغربية دائما بترحب، وهي بتنورها بقيادتها الحكيمة بقيادة جلالة الملك حفظه الله محمد السادس اللي عندها خطوات ثابتة ومستدامة في إطار تطوير أوضاع النساء وأدوارهن بالمجتمع. فنحن دائما نتشجع في المنظمة بالإتيان إلى المملكة المغربية للقيام ببعض أنشطتنا الرئيسية، ونتشجع أيضا بموقف معالي الوزيرة الدكتورة عواطف حيار التي تقود عملا ورشة وطنية في المغرب الشقيق في هذا الإطار. أيضا نحن سعيدين جدا بالتواجد في المملكة المغربية، وسيكون نشاطنا موجه إلى فئتين. لدينا عمليا نشاطين، نشاط موجه إلى قيادات نسائية ناشئة صبايا كما تقولون في منتصف مسارهم المهني، وبعضهن دبلوماسيات. هناك مجموعة مهمة من الدبلوماسيات من المندوبيات العربية في مندوبيات الدول العربية لدى جامعة الدول العربية في القاهرة موجودون معنا اليوم في هذه الدورة. نتوجه إلى هذه الفئة على أساس أنها كتلة حرجة أو نواة لكتلة حرجة يمكن أن نراهن عليها عبر التعاون معها وتطوير قدراتها ليكون لها دور فعال في المجتمع على مستوى مؤسسات الحكومية وفي التعاون الدولي وعلى سائر المؤسسات في سائر المؤسسات. الفريق الآخر هو الفريق الشبابي الذي يبدأ نشاطه بالغد لأربعة أيام، وهنا أيضا المحتوى الذي سيعطى في الدورة يطال قضايا المرأة وأهمية أن يكون للجيل الجديد من الشابات والشباب دور ناشط متنور في هذا المجال. لذلك نحن نشكر مجددا المملكة المغربية. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.